السبب أمر جعله الشارع أمارة أو علامة على الحكم، وربط وجوده بوجوده وعدمه بعدمه. إذن فالحكم يتحقق بوجود السبب وينعدم بانعدام السبب، وكذا المقصود. ثورة بالمثال يتضح المقال، وهو نوعان، إلا نوع سبب لحكم شرعي يتعلق بالآخرة، وسبب لحكم شرعي يتعلق بالدنيا. هذه طبعا اصطلاحات فقط باش نميزوا، لأنه حتى الأمور تاع الدنيا تتعلق بالآخرة في نهايتها. مثلا أقم الصلاة لدلوك الشمس، ربي مدينك أقيم الصلاة لدلوك الشمس، بمعنى بمجرد دلوك الشمس خلاص صارت ذمة المكلف مشغولة بالصلاة اللي هي صلاة الظهر. لو كان مثيون في الحداش نغفل 12 لا يحاسب على صلاة الظهر، يسوى حاسبها أليس كذلك؟ يقطر يموت قبل أدو الظهر، أي يسوى حاسب في الفجر، خطر موت الظلال يسوى حاسب الناس، ولكن الطهور يسوى حاسب على خطر ذمته لم تكن مشغولة بصلاة الظهر. لماذا؟ خطر مات قبل دلوك الشمس. أقم الصلاة لدلوك الشمس، وهي سبب لحكم شرعي يتعلق بالآخرة. هناك سبب لحكم شرعي يتعلق بالدنيا، مثلا عقد البيع، يون ما يخدم العقد للبيع، بيع وشراء، الإيجاب والقبول باقتران الإيجاب، القبول بالإيجاب، ذاكي تنتقل ملكية، تنتقل من البائع إلى المشتري. صافي، ما سبب انتقال الملكية من إلى من البائع المشتري؟ بسبب انعقاد البيع، إبرام البيع. كيف كيف؟ ما الذي الكرة؟ عقد الإيجار، بمجرد سكرة رسيون تخدم العقد هذيك الشم سخا نضحنت وسقرار العقد نخدم ثلاثة يخلص الساس بعد أربع شهور هذيك الشم السجد في ذا العقد يرتب آثاره في الحال، في الحال لا في المآل، إلا إذا اتفقتما على خلاف ذلك. أسنس محير خماشو يطرافو أذف دلغ لفاشر ذبرق الروح، ولكن الآثار تترتب في الحال. تقديم المهر في كوالا تفضى شرائي جمذان أسمى رخض من تقشوش تسفك انت عمامث فذاتا قنالا، لذلك كان سعال مشاكل وسلتت من ميم خلفنا كيني إلى قدير تعمامث فكي غصت عمامث كيني فكي غصت عمامث الخضوف قا الخضوف قا ثقي لا ترتب لا تستوجب تسليم المهر، ولكن عقد الزواج تاين ماذا الفاتحة؟ خط الخضوف جاء وحدث الفاتحة وحدث ربي الناد وآت النساء صدقاتهن نحلة، يعني بعد الزواج ماشي بعد الخطبة بعد الخضوف جاء مفهوم ذا بعد ثمغرة أرجزي لقد ينفق هذا ينفق على بسنا ما ضمس واحد قضوض والسيقار راه يمسى لا باي يا خي يمسى خدام ثاكي ثور يضر المشاكل ديال نغلا بارمي المشاكل ديال مو زينه ثاكي ابا صافي النتي شدنيني السبب هاكي بسبب عقد الزواج لازم يكون المهر بعدا فيه تفاصيل المهر هل يقدم عاجلا او مؤجلا او معجلا تجي فيه تفاصيل يقدم في عند اقرب الاجلين اما الطلاق البائن او الوفاه ويصبح من الديون الممتازه على بالك كل قطعه ثوي غير فائضه ذي الخيوض ثم اسمي الشغل ذي الخيوض ضزطه كنقارني القبائل ضزطه شو دينها كثيره خطر ما ديني قبل المهر ماشي ذاك لا تلي ديتاي
المهر هي المهر المؤجل والمهر المعجل وبعدين في تفاصيل ما كان يقدم عند أقرب الأجل أنوي أقرب الأجل أنوي إما الطلاق ماشي الطلاق الرجعي طلاق البائن إما بين الصغرين إما بين الكبرى نغ الوفاة في تفاصيل وبعدين الوفاة الوفاة الحقيقية الحكمية أم كل حاجة كتسوي غرثايا تدفع شوية 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 لذلك لازم العقل تسوي لذلك الدروس العلمية لها كان بين المغرب العيشة لو كان زرقا مش في العشرة الصباح أو مشاركين الغشي بلك نقدر الجمعة الغشي يطاس وكذا دفك المسائل العلمية بلك وفهمنا الآن غير فتنون نغالش معت الخير خطر غير كان جزء وزر الباقي سيبوسا لازم الحلقات الخيض الخيض أثنفع أمزطة يوث يوث أدنو غالفورا الشرط الشرط سمح فيه كما كان لشدينا في السبب إنك ما يضاف الحكم إليه للتعلق به معنى السبب مؤثر وقال المقصود السبب مؤثر في الحكم وجودا وعدما وجوده يؤدي إلى وجوده وعدمه يؤدي إلى عدمه إنه معرف للحكم أو غيره المقصود غيره يجي غيره يجي لا دون باج باش نفهم غيره يجي شو المعنى يس ذاكي ذاكي في زمال فتحها نفي ذاكي خطر غيره مقصود مؤثر فيه أو باعث عليه الباعث وقي ذاكي ذاكي النظم يسعى تفاصيل وربما الوقت يسمح له وقي كان يكفي هذا مدين إنه معرف الحكم معنى في الحكم معناه متعلق بالسبب وجوده وعدمه مرتبط بوجود السبب أو عدمه